السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ليث فارق من لجنة ستيل تيم، وبهذه السلسلة راح أشرح لكم عن إدارة الإنشاء. حدثنا سابقا كيف نعمل Resource Allocation و Resource Leveling، وهلأ راح نحكي عن Crashing اللي هي كيف احنا نقلل الديوريشن تبع البروجكت ولكن على حساب زيادة التكلفة. يعني مثلا زي هذا البروجكت بيخلص في اليوم 27، كيف احنا نخلصه بالاقل؟ اول اشي في عنا هذا الجدول. هذا الجدول يعطينا معلومات عن الاكتيفيتيز، شو الاكتيفيتي اللي فيها مجال تتأخر وكم الاسعار تبعتها وكم ممكن، عفوا مش تتأخر، تستعجل، يعني يتم اتمامها بوقت اسرع. مثلا الاكتيفيتي A النورمال ديوريشن تبعته يوم واحد، الكرانش ديوريشن اللي هي اقل وقت ممكن نخلصه فيه اللي هو كمان واحد، مستحيل يعني اقل من هيك. النورمال كوست اللي هو السعر تبع هذا الاكتيفيتي من غير اي كراشنج. الكراش كوست اللي هو بعد الكوست كم راح يصير تكلفته. هذا الاكتيفيتي A مش المفروض 800، المفروض 5800 لأنه في هنا غلط طبعا. تمام. وهون الـ days to shorten اللي هي الفرق بين normal duration وبين duration. هلا بدنا نعرف كيف جبنا احنا الـ crash cost. الـ crash cost عبارة عن الـ normal cost زائد حاصل ضرب الـ days to be shortened في الـ cost per day. يعني مثال عنا الـ activity B الـ normal تبعه 7 أيام، وبنقدر نعمل له crash بمقدار لعما يصير 4 أيام، يعني بنقدر نخصه 4 أيام. كم الـ days to shorten اللي هي 3 أيام اللي هي 7 ناقص 4. هلأ بنضرب الثلاثة اللي طلعت معنا في تكلفة اليوم الواحد اللي بتطلع معنا 3 في 200 اللي هي 6600. بنضيف هاي 600 للسعر الأصلي اللي هو 1000، بصير 1600، وهكذا باقي الأكتيفيتيز. هلأ نجي كمان نحتاج النتورك. رح نحتاج من النتورك، أو مش رح نحتاج، كل شغلنا رح يكون عليه. أول ما نبلش نحدد الكريتيكال باث اللي A و B و F و H و L. طبعا هون عرفناها بسرعة لأنه معطينا هنت إنه اللينك اللي جاي تريبل بيكون بوصل بين الكريتيكالز، فهو الكريتيكال جاي مع هذا اللينك زي هيك. وإذا ما كان في هذا الهنت معناها لما يكون الفري فلوت 0 والتوتال فلوت 0 بنعرف انه هذا كريتيكال. المهم احنا نحدد الكريتيكال باث A B F H L. بنجي على هذا الجدول بنحدد الكريتيكال باث من هون، اي A و B و F و H و L. هاي احنا حددنا الكريتيكال باث. هلا شو اللي بنعمله؟ بنحدد اسعارهم ونقارن. يعني مثلا هاي 0، بي سعرها كم؟ 200. عندكم اف 150، اتش 250، وال اخر واحدة 350. هذولا اسعار الكريتيكال باث، الكريتيكال اكتيفيتيز. هلا بنقارن مين اقل واحد فيهم اللي هو 150، معناها الاكتيفيتي اف. الاكتيفيتي اف هو الاكتيفيتي اللي رح نبلش نعمل له كراشنج، يعني رح نعمل عدد ايامه اقل من النورمال. النورمال عندنا 7
راح نحاول نعملهم 5 أو 6 أو هلأ راح نشوف شو اللي راح نختاره. بنجي هون على الجدول اللي عملناه. أول سايكل نتركها فاضية وما بنكتب فيها غير التوتال كوست اللي هو 10300 قلناه من هون، ونحط البروجكت ديوريشن اللي هي 27 يوم والباقي فرق نتركه. هلا بنبلش من سايكل 1. كنا اي اكتيفيتي بالاكتيفيتي اف، نجي هون نكتب كم يوم بنقدر نصغره، نقولها من هون اللي هي هاي يومين، بنكتب هون يومين. النل، النل اللي هي النتورك انتراكشن، من وين بدنا نقول هذا الشيء؟ بنجي على النتورك، وين اف؟ هي اف، بنعمل خط قدامه زي هيك، ولكن الخط ما راح يكون عشوائي بهي الطريقة. الخط هذا راح نجي نسحبه من فوق بحيث انه يقطع اللاج اللي لا تساوي زيرو، ونقطع الاكتيفيتي، ونقطع كمان اللاج اللي لا يساوي زيرو. ما بصير نجي نقطع لاج زي هيك، هذا اللاج زيرو. عملنا هاي الكت. هلا ال ni ال network interaction اللي هي اقل لاج قطعته غير الزيروس، يعني عندنا 3 4 3، بناخذ الثلاث اللي بتكون. هلا ال date shorten اللي هي اقل قيمة ما بين الاثنين والثلاث اللي هي 2. ال cost per day بنطوله من هون 150، يعني 150. الكوست بير سايكل يعني نتيجة لهذا التعديل اللي هي دي شورتن، هلا اخذناها 2 ضرب الكوست بير دي، راح يطلع معنا الكوست بير سايكل اللي هي 300. هلا التوتال كوست بتجيب ال 300 ونحطها ل توتال كوست، بيطلع معنا 10600. زي هيك. هلا البروجكت ديوريشن، احنا شو اللي عملناه؟ احنا صغرنا بمقدار يومين، نتيجة لهذا التصغير زاد السعر بمقدار 2 في 150، والبروجكت ديوريشن بده يقل بمقدار يومين. يعني هاي راح تكون كم كان السعر ناقص الـ date shorten، يعني زي هيك 25. هيك احنا بنكون خلصنا الـ activity F. قبل ما ننتقل للـ activity الثاني، بنجي نفتح النتورك ونعمل بعض التعديلات. التعديلات راح تكون كالآتي: كل شيء بعد الـ F بده يقل بمقدار يومين، والديوريشن تبعت الاف بتقل بمقدار يومين، وثالث شغله الفينيشينج تايم تبع الاف بده يقل يومين، الستارتنج تايم ما راح يقل لانها قبل الاف. الاشي اللي بعد الاف هو الفينيشينج تايم باعتبار بعد الاف، فراح يقل بمقدار يومين، والديوريشن تبعتها راح تقل بمقدار يومين، وكل اشي بعدها راح يقل بمقدار يومين. مش الديوريشن بنقللها بيومين، الستارت والفينش هم اللي بنقللهم يومين. يعني هاي راح تصير 3، وهاي تصير 5، هون 5، هاي الديوريشن 5، وهاي بدها تصير كم؟ بدل 16 بدها تقل بمقدار يومين اللي هي راح تصير 14، واللاج اللي هون بده يقل بمقدار يومين فبدها تصير
يوم وفات. هلا نفس الاشي التعديلات بعد، قلل كل اشي بمقدار يومين، يعني 16 كل يومين. هاي التعديلات اللي عملناها، غيرنا كل اشي، بعدها نقصنا 2. هون في كان ارقام بالاسود مش مبينة بالطباعة، كتبناها. اوكي، طبعا الاكس هذول ما تأثروا، هذول فقط تغير بدايتهم تغير نهايتهم، الاكس كقيمة ما تغير، ولكن الاكس اللي عملناهم كات هم فقط اللي بتغيروا. هلا الديوريشن كاملة صارت كم؟ 26 ناقص 1 اللي هي 25 اللي هو طلع معنا. هلا بننتقل للاكتيفيتي الثاني، نسحب F، ننتقل للاكتيفيتي الثاني بنقارن، بيطلع معنا B هو الأقل، فراح نشتغل بنفس الحكي، كم يوم بإمكاننا نصغره لB؟ 3 أيام، نكتب هون 3 أيام. Network Interaction، بنرجع على النتورك بعد التعديل وبنعمل Cut قدام B، ولكن Cut ما رح يكون عشوائي، Cut رح يجي ما رح يقطع هذا اللاج، رح يقطع من هون لأنه قلنا ما بنقطع اللاج 0، رح يقطع هذا اللاج اللي هون وراح يكمل هيك، لا رح يجي على هذا اللاج يقطع زي هيك، لأنه هذاك اللاج زيرو، احنا بنقطع اللي مش زيرو. اوكي، معناها كم النتورك انتراكشن يكون 1، اي 1 قديش شورتن 1 اللي هو اقل بين هذا وهذا. كوست بير دي راح يكون من هون نشوفه 200، والتكلفة راح تكون كمان 200، يعني 200 ضرب 1، التوتال كوست راح نزيد هال 200 للكوست الأصلي بصير 10800. الديوريشن راح تقل بمقدار 1 لأنه هون استخدمنا 1. هلا بنيجي على النتورك بنعمل تعديلات، الأكتيفيتي تبعنا راح نقلله بمقدار 1 ويصير 8 الديوريشن، والنهاية تبعته فقط بتخلص بتتأثر عفوا مقدار يوم، راح تصير هون كمان 8. هلا الأكتيفيتيز اللي بعده واللاكس راح يتأثر، وهذا اللاكس بروح بصير 0، هذا اللاكس بصير 0. هلا الأكتيفيتي اللي بعده ما بتأثر الديوريشن تبعه، ولكن بتتأثر بدايته ونهايته، اللي هي بدايته راح تقل بمقدار يوم واحد بتصير 1.8، ونهايته راح تتأثر بمقدار يوم واحد وتصير 13. شو في ظل activities بعده؟ كلهم بدنا نعمل لهم refresh، حتى K و J كمان راح يقلوا بمقدار يوم واحد. كود بالactivities هون بتصير 19. لاحظوا الديوريشن ما عم بلعب فيهم، هاي هاي كمان راح اوقف الفيديو زي هيك، عملت ريفرش لكل اشي جاي بعده، او هاي كمان نسينا نعمل. اوكي، هيك احنا
عملنا هذا الرفرش لكل شيء بعده. هلا بننتقل لايش؟ لاكتيفيتي ثاني. قبل ما ننتقل للمقارنة الثانية اللي هون احنا المفروض خلصنا بي، قبل ما ننتقل بنرجع نطلع على النتورك لانه ممكن يصير معنا هذا الحكي زي ما صار بين بي وسي. لاحظوا بي وسي ببلشوا وبنتهوا بنفس اليوم. كيف يعني؟ زي هاي الستارت تبعنا وهي الفينش تبعنا. بس خليهم سنين بلش باليوم الثاني وبنتهي باليوم الثامن، ونفس الاشي يصير بلش باليوم الثاني تنتهي باليوم الثامن، ولذلك هذا الشيء بده تعديل. بنجي كيف التعديل؟ هي سي، سي وبي بنعملهم مربع واحد ونكتب انه الكوست بير دي راح يصير 300 وراح نتعامل معهم كاكتيفيتي واحد، يعني البي والسي راح يكونوا باعتبار اكتيفيتي واحد. اوكي هلا بنجي نقارن، ما راح نحكي نقارن ال 200 وال 100 والباقي، لا راح نقارن بين 300 و250 و350 لانه هذا اعتبرناه اكتيفيتي واحد، بنلاقي انه اقل اشي 250 اللي هو اتش، فنجي نحط اتش ونشتغله. عندنا هون الاتش ممكن يتصغر بمقدار يوم واحد، والنتورك انتراكشن راح تكون هي ال H، نعمل كود قدامه ولكن قلنا مش عشوائي، الكود راح يقطع الاكتيفيتي تبعنا وراح يقطع كل اشي، كل لاكس مش زيرو. فالنتورك انتراكشن راح تكون 2 بالاقل بينهم واحد. الكوست بير دي ناخذه من هون اللي هو 250، الكوست بير سايكل 250، والتوتال كوست راح نجمع 250 للتوتال كوست السابق ونحط 11050، والتوتال ديوريشن راح تقل نفس هذا المقدار اللي هو يوم واحد بصير 23. بنرجع للنتورك بنعمل اي تعديلات الاكتيفيتي اللي احنا شغالين عليه راح يتغير الديوريشن تبعه، راح يصير 6، تتغير نهايته، بدايته ما راح تتغير لانه بدايته موجودة ورا، بدايته راح نهايته راح تصير بيوم 19. ونفس الاشي الاكتيفيتيز اللي بعده اللي هو فقط اكتيفيتي ال راح يبلش باليوم 19 وينتهي باليوم 24. التوتال ديوريشن راح تكون 24 ناقص 1 23 اللي هي. هلا بنرجع هون نقارن، خلصنا الاكتيفيتي اتش، هلا بنقارن بين ال 300 وال 350، راح نشوف ان ال 300 اقل، فنجي هون نكبس بي و سي مع بعض. كان بي شورتن كم؟ ناخذ اقل واحد فيهم بي و سي 3 و2، بناخذ 2. نتورك انتراكشن هلا بنطولها، بنجي هون وهي بي وسي بنعمل خط لازم يقطعهم 2، ولكن راح نشوف هذا الخط انه مش عشوائي. نقطع الاكتيفيتيز اللي بدنا اياهم اللي هو بي وسي، هلا ما بس بنجي هون لانه هذا زيرو، هون كمان هذا زيرو لانه احنا عملنا عليه تعديل كان واحد صار زيرو. راح نجي مضطرين انه نقطع هذا اللاك ونجي هيك راح نقطع الاربعة، ولكن هو فعليا اللاك اللي راح ناخده راح نقارن بينه هو الاربعة و
هذا هو قتلنا عليه احنا، وكمان رح نقضه ولا لا؟ لا ما قطعنا عليه، احنا قطعنا الاكتيفيتي بي والاكتيفيتي سي، فاللي راح يتأثر معنا هو 4. فبنجي نكتب 4 عند النتورك انتراكشن. مين الاقل؟ 2. كم ال الكوست بير دي؟ 300. كم بير سايكل؟ 300 ضرب 2 600. كم توتال كوست رح نضيف؟ هاي 600. وكم توتال ديوريشن رح ناخذ؟ 2. رح ننقص 2. هلا بنجي نعدل على النتورك، بنقلل هاي الديوريشن بمقدار يومين، بصير عندنا 6. هاي الديوريشن بتصير عنا 5. طبعا النهاية كمان بتتأثر لهذا الاكتيفيتي ولهذا الاكتيفيتي، كلاهما راح يخلصوا باليوم السادس. احنا صار لنا يومين مش يوم، فغلطنا هنا. هاي بتنقص يومين، احنا زدنا واحد كبن. ليش هي 8؟ هاي 8 اللي عملناها سابقا غلط، عندنا زدنا واحد، المفروض نطرح واحد. اوكي مش مشكلة، هلا بنطرح 3 يعني خلاص. هاي 4 total duration، هون اذا تقل المقدار 2 يصير 4 كمان، وهي تصير ناقص 2 6، وهون كمان 6. هاي 6. اوكي هلا الاكتيفيتيز اللي بعد مين اللي راح يتاثروا؟ مش اي، اي ما راح تتاثر لانه احنا قطعنا منها، ولا الاف، الاف كمان ما راح تتاثر. اللي راح يتاثروا هو الاكتيفيتي ال، لانه تاثر اللاج تبعه، اما هذول ما صار عليهم اي تعديل. ولا لا كمان بتعدل كل هذا، حتى الاي بتعدل عفوا. فاحنا راح نعدل كل اشي بعد هذا الخط اللي هو اي واف و H و G و L، ولا هذا كمان راح نعدل عليه وراح يصير 3. اوكي خلينا نوقف كمان. هي هيك عملنا هاي التعديلات، ولازم تستخدموا هنا قلم رصاص عشان تمسحوا وما يصير معكم خرابيش زي هيك. هيك بنكون احنا عملنا كراشينج. لاحظوا التكلفة السابقة كانت 27 يوم، صار عفوا الديوريشن السابقة صار كانت 27 يوم، بعد التعديل عملناها 21 يوم، ولكن السعر طبعا بده يزيد من 10,000 إلى 11,650. يعني مقدار 1350، والديوريشن وفرنا احنا 6 ايام. هاي هي خلاصة الكراشينج. اي سؤال او اي استفسار بتقدر تتواصلوا معي طارق، وشكرا.